اللي بيقولوا لنا طب ده موضوع معقد جدا وبعيد جدا، احنا ذنبنا ايه او احنا مالنا في هذه المنطقة في مصالح روسية وامريكية متصارعة في مناطق كثيرة، وبالتالي اعادة يعني هذا الصراع وهذه المواجهات ما بين الحلف الغربي وبين الحلف الروسي او روسيا بيعيد كمان تموضع امور كثيرة داخل المنطقة، ده سياسيا، لكن اقتصاديا احنا بنتكلم على ارتفاع اسعار النفط، واسعار النفط بينما نتحدث بترتفع، انهيار البورصات النهاردة، البورصات كلها متراجعة في المنطقة العربية وفي الخارج أيضا، عندنا ارتفاع في أسعار الذهب، ارتفاع في أسعار الشحن، ارتفاع في أسعار التأمين، هنشوف ارتفاع في التضخم وأسعار السلع، لأن كل ده منظومة مرتبطة ببعضها البعض. في دول هتستفيد، هي الدول المصدرة للنفط، في دول يعني ممكن يكون عليها عبء أكبر، هي الدول المستوردة للنفط، لأن سعر النفط بيزيد، فالموازنات ما بتبقاش عاملة حساب هذه الحروب القادمة، وبالتالي كل ده بيؤثر سياسيا واقتصاديا، لسنا بعيدا عن العالم كمنطقة، وبالتالي كل ما يحدث في العالم وخاصة لما تكون مواجهة روسية أمريكية أو مواجهة بين الناتو وروسيا، الحقيقة ده بيؤثر علينا جميعا. خلونا نشوف هذه الأرقام والمعلومات عن اتفاقية المنسك، هذه الاتفاقية التي أعلن النهاردة الرئيس الروسي بوتين عن إلغائها.